عملوا فيك ايه ولاد الكلب دول؟ دول شلفطوك على الاخر. خدوني على اخوانا يا بريز، خدوني على اخوانا ولاد الكلب، خلوني خلوص ابو شرطه. الهبه راحت يا بريز، الهبه راحت خالص يا اختي. دول الناس ايديها طايله، ده انا فلتت بمعجزه. بس الناس دول مش هيسيبوني ولا هيسيبوكي. طب والعمل؟ انا رايي تكوتي لك قد شهر شهرين، ان شاء الله حتى سنه. كنت فين يا اخويا؟ هو احنا لينا مطوه تانيه؟ ما انت لو كتيتي هنا هيجيبوكي، وساعتها مش هيبقى فيه معجزه. فديكي زي ما انت شايفه كده، خلوصي ما بقاش خلوصي، قدامه فتره عشان يرجع تاني. دول قتلوا عم ايوب، خانقوه بحبله، انا شفته بعيني. الحكومه قلبت الدنيا على الموضوع ده، وعايزين يجيبوا كل اي حد ليه علاقه بالموضوع. يا ملها يا ربي، متقفله من كل حته كده ليه؟ انت لازم تسافري لك سفريه بعيده يا بريزه. وده اجيبها منين؟ ما تلاقيش بطاقتك اللي معايا اديتها لواحد حبيبي يطلع لي الجواز، وبعد كده احلها الف حلال.